بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بجميع الأصدقاء ومحبي القناة انفو فيما. بدء اليوم لدينا درس جديد في مايكروسوفت اكسل. يما الحول ندخلوا فيما هو ماشي صعيب، ولكن غندخلوا في لي فونكسيون ديال الاكسل. لي فونكسيون منهم عديد، وباذن الله ما نخلي حتى شي فونكسيون الا وانا غندير عليها حلقه خاصه او درس خاص بها باش توصل لجميع المتتبعين. ما نحاولش انا ندير كما كيديروا الناس ان كيمروا مرور الكرام على فونكسيون في السريع. نحاول نوقف على كل فونكسيون بوحدها، وحنحاول نشرحها نقطه بنقطه حتى كل واحد يستوعب هاد لي فونكسيون في الاكسل اللي كنعتمدوا عليهم كثير. اذا بدايه نحاولوا نبداو ما يسمى بلي فورميل، او ما يسمى على بالنسبه لاكسل كيتقالوا كيتلقى لهم مصطلح لي فورميل. مستوى الرياضيات كيطلقوا عليهم مثلا لي فونكسيون اكسيتيرا. بالنسبه لهنا كنطلقوا، لاحظوا معايا هنا بزاف ديال لي فونكسيون. هنا ديال لا سوم اوتوماتيك، الا كليكيت هنا هما كيعطوني لا سوم لا مويان نومبر اي ماكس اي مينو اي اوتر فونكسيون كاينين بزاف. وهنا كنوعدكم وانني غنحاول ندير كل وحده بالدرس ديالها وبالشرح ديالها المفصل باش كل واحد توصلوا المعلومه كما ينبغي. كاين بزاف ديال لي فونكسيون ديفونسيون لوجيك دي تيكست دات اور ايدن لو ريشيرش دي ماتيماتيك لوجيك اكسيتيرا. يعني انا غنحاول اليوم غنبدا درس جديد غندير فيه جوج ديال الشقين. الشق الاول كيف نتعامل مع لا فونكسيون سوم، والثاني الشق الثاني كيفاش غنتعامل مع لا فاكتور اللي درت لها درت لكم واحد النموذج مثلا لا كونتيتي بري اونيتير اي لا تي في اي توتال اور تاكس. هنا توتال اور تاكس، هنا توتال تي في، فهمتيني؟ اذا نشوف الطريقه كيفاش غنتعامل. اذا اولا غنبدا هنا غنبدا بلا الصوم. لا فونكسيون الصوم عندنا عدة طرق كيفاش كنشتغلو بها. الطريقة الأولى قبل ما نتجه للجدول اللي عندي أمامكم هو أن الجدول أولا ناخد واحد لا سيلول مثلا هي هادي، كندير كنتجه للكلافي ديالي كنقلب على واحد لا بوطون اللي كتكون فيها تساوي، كنكتب تساوي، كنكتب مثلا عندي رقم هنا فهاد البلاصة فهاد أ واحد هنا زائد واحد الرقم عندي ك هنا بهذه الطريقة هادي. أولا كندير زائد، عفوا غلط، متى عندي قلنا هنا واحد لو نومبر غندير زائد واحد لو نومبر هنا زائد واحد لو نومبر هنا اكسيتيرا. لاحظوا معايا هنا غتعطي زيرو، ولكن إذا كليكيت هنا غنحاولو فين هو أ واحد غندير فيه واحد الرقم يعطيك 12. شنو الرقم الثاني؟ جي 6 او هي جي فين هي 6 هي هذا الرقم هذا غنضيف فيه 25 مثلا. هي اذا جي فوالا نجي لهنا شنو هادي جي 6 جي فوالا نعاود من الاول باش نمسح. نعاود قلنا غندير اولا تساوي هذا الرقم هذا زائد هذا الرقم هذا، نشوف عفوا ما درتش زائد، زائد هذا الرقم هذا يساوي 37 يعني 12 بهذه الطريقة هذه. كاين واحد الطريقة واحدة أخرى وأنا غندير أرقام هنا 12 14 كذلك. إذا باش نمسح أودي نحسب هاد الأرقام هادو، إذا أولا
كندير تساوي، كنعطيكم الطرق، زائد هذه، ولكن هذه ماشي يعني هي صحيحه، ولكن ممكن ليش نبقى نستخدمها، ربما يكون عندي بزاف ديال لي سيلول باش نبقى نتبعها بهذه الطريقه، كتجيني شويه ثقيله ممكن ليش نسالي، فوالا هي كتعطينا 300. اذا كاين طريقه واحده اخرى، وانا نكليكي هنا ونبرك على لا صوم، ها هي هذه اللي كتشوفوها لا صوم اوتوماتيك، هي تساكم اوكي 300. هذه طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه هو انني غنكتب تساوي ونكتب بيدي صوم كومسا عفوا، وغنحل القوس. نحل القوس وغنحاول نجر من هنا حتى لهنا ونسد عفوا ونسد، وكتعطي نفس الطريقة. إذن هذه طريقة باش نحسب، نتمنى تكون وصلتني. إذن غنمشي دابا للطابلو هنا، واحد الطابلو بسيط جدا، إليف إليف أ بي سي إس، إليف هادو كيتسماو لي نوت، نوت لي نوت ديالهم، وهادو الأسماء. إذن دونك بغيت نجمع هادو، عندنا إما كندير لاصوم أوتوماتيك، لاحظ معايا، لاحظ علاش ماخداتش لونو محمد، بأنه هو اوتوماتيك ممكن يتعرف عليها بان ماشي هو رقم وهو اسم. اوكي لاحظوا معايا، اما غنتجه بالطريقه هذه كلها صم، عاود ننتقل هنا كذلك غندير الصم، عاود ننتقل هالطريقه هذه نفس الطريقه وغندير الصم. ولكن تصور معايا الطابلو فيه بزاف، تبقى ماشي الصوم، لا كندير غير الاولى، كندير لا صوم ونجيو لهنا هاد 53، وكتلاحظوا معايا هنا واحد المربعة هي كنحاول تعطيني عليها بلوس وجر اوتوماتيكمون كتجي كتحسب. نتمنى تكون وصلت النتيجة لكم تفهموها بالطريقه. اذا انتجوا لا فاكتور، هنا واحد لا فاكتور عندي، عندي نوع المنتوج مثلا، كاين لا كونتيتي شحال ما ديت، لي بري اونيتي او لا تيفيا، اما غتكون لا تيفيا موحده لان كل برودوي كل شركه ولكن اذا كنت كتعامل مع شركه وحده اذا دونك غتكون عندها لا تيفيا بوحده، غير انا بغيت نبين الطريقه كيفاش غنحسبها ديال اور تاكس، انا غنحسبها تي تي سي. اذا درت هنا تي تي سي يعني هاد لا تي فيا اللي عندي مبقاتش عندها معنى، حيت حسبت لا تي فيا ديالي هنا، ولكن اذا كان عندي بقات هنا اور تاكس، اذا هاد لا تي فيا ما نحسبوهاش، ولكن هنا غنعطيو لا تيفيا اللي غنخدمو فيها مثلا 20%. دونك غندير هنا غنكتب 20، لاحظوا معايا باش نربطوها على شكل بورسونتاج، غنكتب 20 وغنكليكيو بوطون دووات وغنمشيو فورما وغنقلبو هنا على البورسونتاج. فوالا هنا غنديروش فوالا زيرو، غنخليها هنا زيرو وغندير اوكي. شوف هنا بالنسبة للرميز، بغيتي دير واحد الرميز مثلا الرميز ديال 5% مثلا، غنحاولو نفس الطريقة غنديرو هنا، غنمشيو فورما وغنمشيو البورسونتاج وسوبرمي هادو غندير زيرو وغنجي نكتب هنا شكل ميلا هنا غندير 5%. اذا كيفاش غنحسب توتال اور تاكس؟
يعني خالي من الضريبه، مازال ما حسبناش معاه لا طيبيه ديالو، يعني كتسني اور تاكس. اذا اولا غناخذوا لا كونتيتي وغنضربوها 20. ما كيفاش غنديروا؟ غنديروا ايكال، حيت مازال واحد لا فونكسيون ديال كيفاش كتسمى البرودوي، ولكن حنا غنتعرفوا كيفاش غنتعاملوا دابا مع لا فاكسيون. كنكليكيو على هذا وغنديروا مضروبه في هذا وغنديروا اونتري. اي لاحظتوا معايا عطات 2500. اما غنمشي كل وحده نحسبها بوحده، ولا نمشي بالطريقه اللي قلت قبيله، غنجي لهنا وغنجر حتى لهنا ونقف. اي كل وحده حسباتها. اذا هنا توتال اور تاكس، لاحظوا معايا، اما ندير ديك الطريقه ديال تساوي هذا زائد هذا زائد هذا، ديال غنضيعوا غير الوقت، غنمشيو حنا اوتوماتيك، غنديروا الصوم اوتوماتيك، هي حسبتها. اذا كيفاش غنحسبوا توتال تي تي سي، يعني نخلص فيه الضريبه كلشي. لاحظوا معايا، اولا كناخذوا توتال اور تاكس زائد توتال اور تاكس، غنكتبوها هنا، غندير تساوي. لاحظوا معايا، غناخذوا توتال اور تاكس زائد توتال اور تاكس مضروبة في 20%، 20% زائد، ماشي زائد، المونطون غيخرج كلو، غنقصو منو، ناقص توتال اور تاكس مضروبة 5/100. إذن القاعدة هي هي. هاي القاعدة، إذا لاحظتوا هنا، يعني غناخدو هاد المبلغ، غادي هنا تساوي هذا زائد هذا نفس الشيء مضروبة 20% ناقص 5%، لا عفوا، نعاودو من الأول باش نزيدو نتأكدو، كنديرو توتال نت أور تاكس زائد توتال مضروب في 20، لا ماشي في 20، غنديرو نكليكيو على هادي، غنسيليكسيوني عليها، ناقص توتال اور تاكس مضروبة في إلا كليكيت على هاد لومونطو هذا، ها القاعدة هنا، إلا كتشوفو هنا، هيا. حيت ملي كنحسم واحد المبلغ وكان كليون كيقول دير لي واحد الريميز، كدير واحد 5%، إذا 500 في هذاك المبلغ الأصلي اللي خرج له ديال تي تي سي كتحيد له. نتمنى تكونوا فهمتوا، وشكرا لكم، ونتمنى تدعموا هذه القناة، وإلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله بحال وقتكم، بأنني كل فونكسيون أو كل فورميل غندير عليها درس بوحدة باش كل واحد توصلوا معلومة، ما نحاولش نسرع، مثلا ندير عليها جوج دقائق، ممكن ندير جوج دقائق كل فونكسيون، ولكن أنا بغيت نعطي ندير لها ندور بها بجميع الجوانب ديالها باش تبقى مرسخة في الدماغ ديالكم، وشكرا لكم.